بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وهموم المسلمين كثيرة، بعضها ينسينا البعض الآخر، فحيثما يممت وجهك إلا وجدت دماء المسلمين تنساب وتنسكب على الأرض مغزارا مدرارا، ورأيت المسلمين والمسلمات في الأرض يتيهون هربا من نيران القصف، من جحافل الأعداء، من الجو والبر، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، في سوريا وفي العراق وفي برمانيا وفي كل مكان. وهذه المصائب التي تحل بالمسلمين هي بسبب ذنوبنا طبعا، وبسبب تخاذلنا طبعا، فتغول العدو علينا. قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنحن نذوق الكثير بسبب أعمالنا الفاسدة. أفلا نرجع إلى ربنا؟ أفلا نعود إلى ربنا؟ ما أنزل الله من عقوبة إلا بذنب، ولن يرفع الله تعالى العقوبة إلا بإحداث توبة لكل ذنب. أفلا نتوب ونرجع حتى يرفع الله عنا هذا البأس الذي يصيبنا في كل مكان؟ هذه المصائب في هذه الأرض هي التي تنسينا قضية فلسطين، القضية الجوهرية. أنا كنت أقول حينما كان أعداء الله من الصهاينة يقتلون المسلمين في تآمر دولي وتآمر إقليمي وعربي، وكنت أسمع صرخات النساء في غزة تصرخ عبر الفضائيات وتقول: أين أنتم أيتها الشعوب العربية؟ إن كان الحكام قد أسلمونا وخذلونا، فلماذا خذلتمونا نحن؟ ألسنا نحن عربا منكم؟ ألم يكن العرب في الجاهلية قبل الإسلام أناس ورجال نجدة؟ فكيف إذا جاء الإسلام الذي يقول كتاب ربنا العزيز: فمن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه، ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء والسهر والحمى، ويقول: أيما امرئ مسلم حاضر عياذا بالله مظلمة تنزل بمسلم وكان بإمكانه أن يدفع عنه فلم يدفعها إلا شملته لعنة الله تعالى في الدنيا وخذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. حينما كنت أسمع ذلك عبر الفضائيات مما كان يصيب إخواننا المسلمين في تخاذل رسمي وتآمر، كنت أقول: سيأتي اليوم الذي يعاقب الله فيه الشعوب العربية كلها. ولم يدم الزمن حتى رأينا مصائب تنزل بإخواننا في العراق، ومصائب تنزل بإخواننا في سوريا، ومصائب تنزل بإخواننا في الشيشان وفي برمانيا وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر، والقائمة مرشحة لكي تشهد هذه العقوبات دولا أخرى إن لم تتب إلى الله وتقوم بواجب نصرة إخوانها في فلسطين. ألم تسمعوا الآن ماذا يحدث لإخواننا الأسرى في فلسطين؟ الأسرى يئنون ويقاتلون ظلم الصهاينة بالأمعاء الفارغة. إنه صيام ما شهد الزمان مثله. دخلوا إلى ما يسمى بموسوعة جينيس 8 أشهر بعد أن قتل جرادات عرفات، الأسير هنالك. قتلوه يا صاحبي، لو أنهم قتلوا غير واحد يهودي في السجون، وحال الاخ وصل 8 شهور ديال الاضراب ديال الطعام، 8 شهور حطم الرقم القياسي ودخل الى موسوعه جينيس. الناس تدخل في موسوعه جينيس لانجازات كبيره. خوتنا الفلسطينيين والمسلمين من شده ما نزل منهم من البلاء دخلوا الى موسوعه جينيس، ليس من باب الانجازات والعطاء والبذل، وانما من باب نزول اشد العقوبات عليهم، حتى صار الاسير الفلسطيني يمتنع عن الطعام لمده عام. تخيل معي أن إسرائيل وقعت اتفاقية مع الفلسطينيين فيما يسمى بصفقة تبادل شاليط مع الأسرى، فخرج الأسارى وإذا بإسرائيل تنقض اتفاقها
وتعيد من أخرجتهم بناء على الاتفاقية إلى الحكم الإداري بالسجون. خرجتهم على اتفاقية، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فأين مصر راعية الاتفاق؟ وأين أمريكا التي حركت وزيرة خارجيتها السابقة وشهدت هذا الاتفاق في القاهرة وكانت ضامنة لسريان بنود الاتفاقية بالتمام والكمال؟ لكن إسرائيل فوق القانون، إسرائيل فوق القانون. شالنت حينما كان في السجن عند الإخوان في فلسطين كان ينعم بفندق 5 نجوم إذا قورن بالأسرى في سجون الصهاينة. المرأة المسلمة تلد في سجون إسرائيل وهي مقيدة اليدين والرجلين. عشان شالة وش الغريبة؟ كل الأجناس لهم بواكي إذا أظيموا وظلموا، ولا بواكي للفلسطينيين، لا بواكي لهم. أحمد سعدات ومجموعة من الأسارة حوصروا من قبل الصهاينة، وكان الاتفاق مع أمريكا بعد أن وضعوا في ذلك السجن شرطة بريطانية وأمريكية أي الضامن لهؤلاء الأسرى من يد الغدر الصهيوني هي أمريكا وبريطانيا. فبمجرد أن ذهب أحمد سعدات إلى ذلك السجن بضمانة أمريكية بريطانيا جاء اليهود فقاموا بإخراجهم وأخذوهم إلى السجون هنالك. أين أمريكا راعية؟ لكنهم يتعللون بأن هذا إنما يتعلق بأمن إسرائيل وأن هؤلاء يهددون أمن إسرائيل. إنسان ما عنده الأسلحة لولو ومحاصر من كل الجهات ويهدد إسرائيل، أي منطق هذا لهؤلاء الوحوش من الناس؟ وأخا هذوك عرفناهم ولا يزالوا يقاتلونكم حتى، ولكن ورم العرب ورم المسلمون وأخا الحكام عرفناهم. أين هي الشعوب الآن؟ أين الشعوب؟ أين هي مصر؟ مصر الثورة، مصر الثورة التي على كاهلها أمانة تطبيق بنود ما اتفق عليه برعاية مصرية. أين هي الآن؟ داير لها المشاكل ما مخليناهاش. جبهة إنقاذ حزب الخراب يضعون العراقيل في طريقها، لأن أول عمل خارجي شهد العالم بكونه فريدا هو ما قامت به السلطة المصرية بعد الثورة، الإنجاز العجيب العظيم في مسألة نصرة إخواننا هناك. لكن بعد ذلك وبعد هذه الخلاقل والعراقيل والعصا في عجلة الثورة في مصر ومحاولة الردة بثورة مضادة إلى النظام السابق بكل تجلياته عياذا بالله وممارساته، تعرفوا اسمه دير المرن؟ يطلقون الماء من البحر على الأنفاق فهدموها. مشهد المصيبة. لكم الله يا أسرى فلسطين، إننا ننتظر بفضل الله بعد اعتمادنا عليه هذه الانتفاضة الثالثة القادمة في الضفة الغربية. هذا الحراك الآن في الضفة يبشر بخير، يقلب الطاولة على إسرائيل. ورأينا كيف أن بنيامين نتنياهو استنجد الآن بأبو مازن عباس لكي يضع يده على الضفة حتى لا تتحرك الثورة هناك. فإذا تحركت الثورة الآن والانتفاضة في الضفة إلى جانب الانتفاضة الآن في غزة، فسيكون للقضية ما بعدها إن شاء الله. والصاروخ الذي أطلقته فتح منطلق من غزة إلى مستوطنة أو مغتصبة من مغتصبات فلسطين، هذه بداية تحول يحركها صبر هؤلاء الجهابذة من أسرى فلسطين الشامخين. فلكم الله، والله تعالى سبحانه عز وجل
يعطي الأجر على قدر المشقة. فنسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالفرج يا رب. فبعد ثقتنا بالله وبعد هذا التحرك في الضفة نأمل بإذن الله تعالى أن يقوم الإخوان المجاهدون بعمليات نوعية يأخذون فيها جنود وضباط بإذن الله، لأن هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة. فتصفير السجون الصهيونية إنما يتم ليس فقط بهذه المفاوضات، ولكن بعمل على الأرض، أن يأخذوهم ويأسروهم ويقايضونهم لإخراج آخر أسير في أرض فلسطين في سجون الصهاينة. وما ذلك على الله بعزيز. فندعو الله تعالى أن ينصرهم وأن يفتح لهم فتحا مبينا وأن ينصرهم نصرا عزيزا وأن يسكب السكينة على قلوب الأسارى وعلى قلوب أهاليهم وأن يحرك جذوة الثورة الصادقة في قلوب أبناء فلسطين. ونسأل الله أن يحرك الشعوب لدعمهم. وصلى الله على حبيبنا محمد.